مساء الخير ومساء الفن والإبداع، وأهلا بيكم في حلقة جديدة مميزة جدا من طريقي مع ضيف أكثر تميز في مجاله. هنحكي النهاردة الخلاصة بتاعة كلمة التحدي، أو اللي عايز ينجح هينجح. القصة مش انك انت تطلع على مسرح ويتم تكريمك لمدة دقايق او لحظات وتشوف السعادة في عيون الناس او تاخد جايزة او تشوف انجازك وتعبك، لا، اصل الحكاية اني وراها كتير. طلعت على المسرح قبل لحظة التكريم علشان تكرم، يعني قدمت جهد وتعب وعرق وشقة واصرار وعزيمة ومثابرة. انك انت لازم في يوم من الايام تطلع على مسرح وتكرم، وخصوصا لما بيكون اللي بيتم تكريمك من قبل اشخاص وقامات وهامات، اهل خبره واهل علم، او قامات موجوده داخل مصرنا الحبيبه زي القديره والعظيمه والقيمه والقامه السيده انتصار السيسي وغيرها، في محفل في مضمار ثقافي وعلمي وموسيقي وفني. ده اللي حصل مع ضيفتنا بالظبط. هنعرف اصل الحكايه النهارده منها، طريق ومشوار طويل خالص، خصوصا ان لما تكون البدايه من جغرافيه صعبه جدا زي جغرافيه الصعيد والمكان والعادات والتقاليد والموروث الثقافي الخاص بيه، ان بنوته تطلع من الصعيد وكمان تطلع تعرف يعني بتعزف اله موسيقيه، دي معاناه تانيه. انا كراجل صعيدي بجد فاهم هي قدمت قد ايه مثلا من صعوبات وقابلت مواجهات، ممكن يكون ربما يكون صدام مع الاهل، او حتى لو الاهل بيشجعوها ربما يكون صدام مع طبيعه المجتمع الذكوري هناك، لكن التحدي والاصرار ده بيوصله وبيترجم في صوره نجاح حصل برده كمان مع ضيفتنا، وتكريمها اللي حصل في يوم المراه المصري ما كانش اول تكريم، ولكن كان الاجدى والاعظم تكريم كان لها، حصلت على تكريمات قبل كده من دار الاوبرا. ومشوار الصراحه انا لما شفت السي في اللي انا عارفه من الاول بحكم شغلي في الميديا، الصراحه حاجه اقل وصف ليها مبهرة والله العظيم، وخصوصا لما بتكون من سيدة وعازفة وودن موسيقية وتقود أوركسترا بحجم الموسيقى العربية. هرجع لكلمة الموسيقى، الموسيقى هي اللغة الوحيدة اللي اتفق عليها العالم كله إن هي اللغة اللي مش بتحتاج إلى مترجم، فأي مكان تتعايش وتعيش وتستشعر معنى الموسيقى، أوروبية غربية شرقية هندية أيا كان، ولكن هي نموذج وهي سفير للإحساس والتواصل بين الشعوب. لما يجي ده من سيدنا وتقود أوركسترا، طبعا ده ما جاش في يوم ملاحظة، يعني الصبح صبحت لقيت نفسها قائد، لا ده دفع الضريبة ده، ولكن عجبني فيها الإصرار على النجاح، ده المعنى الحقيقي لكلمة طريقي. هنكلم النهاردة مع أول قائد أوركسترا ميسترو اللي في مصر والوطن العربي بلغة الرقم، هي رقم واحد ولله الحمد، وإن شاء الله تعالى دايما متصدرة في الصدارة كده موجودة، ودي موثق يعني تقود فرقة موسيقية معظم عازفيها من الرجال، وطبعا دي يعني حاجات كواليس تانية هنعرف تفاصيلها، حازت على الكثير وحصدت كثير وكثير من الجوائز وثبتت نفسها. نعرف كمان تفاصيل تكريم القيمة والقامة السيدة انتصار السيسي لها في يوم المرأة المصري، أيقونة النجاح، شعورها لما تكرم من هذه السيدة، كمان تفاصيل المكالمات السابقة على التكريم من شخصيات هامة في مصر، حلمها أن يكون هناك أوركسترا والعازفين جميعهم من النساء، أم ما عندهاش النزعة النسائية أن هي أوركسترا عازف وعازفة متواجدين، ولكن لغة الموسيقى تكون هي الواصلة مع الفنانة العظيمة والقديرة أول أوركسترا ميسترو إيمان جنيدي، أول ميسترو مصري وعربي يقود فرقة موسيقية وصاحبة فرقة الميسترو للعزف، مشرفانا النهاردة في طريق. أهلا بيك يا فنانة، شرف وضيافة وجودك معانا. كلام جميل قوي وكتير قوي عليا يعني من قلوبنا والله، ده حقك والله العظيم. سلامي ربنا يخليك. سلامي. النجاح يعني على مدار تاريخ البرنامج مثلا، ده ابسط حاجه، نعم. 6-7 سنين، نعم. برنامج اسبوعي، فاحنا شفنا استضفنا نماذج كتيره خالص، بنطلع منها الخلاصه ان لحظه تكريمك او انك تحكي عن مشوارك ده ما بتجيش في يوم وليله، أبداً. دافع ضريبته ده. نرجع بقى للبيت، وانا عارف حضرتك من بني سويف، صعيدية زي اهلا بيك ده كمان تحيه ليك خاصه كمان لكل اهالينا وكل مشاهدينا طبعا في كل مكان، يعني بلا تحيز، وزاد فخر ان احنا من الصعيد ونسبه وجودنا الحمد لله، ومصر كلها الحبيبة والله العظيم. أكيد التجانس ده والتواجد محدش عارف مين، ما فيش حاجة اسمها بحراوي ولا صعيدي، في حاجة اسمها مصري. لا طبعا صحيح. أكيد. طيب ده كان صعب بالنسبة لك ولا البيت بدأ معاك الحدوتة ازاي؟ يعني الحدوتة يعني
ابدا، هو الاسره عندي فنيه يعني، قلت الكلام ده يعني الحمد لله. والدي كان مهندس وعندي بيانو وطلعت ما كانش في مشكله عندي في البيت خالص خالص. الحمد لله احنا كلنا فنانين محظوظ. بمعنى كلمه يعني يعني كان في تشجيع من الاسره فما كانش عندي عائق ولا اي. هي الفكره ما كانت في المحيط المحيطين اللي حواليك، الناس المحيطه اللي حواليك واللي تستغرب له، وده اللي كان اكتر حاجه حزه في حياتي ان اكتر ناس اللي هم جهات العمل اللي من نفس التخصص اللي عدوك واتكارك. لا مش بالمعنى يعني في الموسيقى لا، بس لا مش مش عدو ولا حاجه يعني تفاجئ ان يعني. لا تفاجئ ان يعني انت او انت موسيقى ومع ذلك بتقولي لي حلال وحرام وغلط وصح وعيب وما يصحش واولادك وبيتك وكلام زي كده، وانت اصلا بتتقاضي يعني اجر او بتتقاضى اجر من نفس المهنه. فانت لو كنت بتتقاضى اجر من نفس المهنه مفروض ان انت وده اذا كان غلط او صح ليه ليه مستمر فيه. صحيح. فدي كانت اصعب حاجه واجهتها في حياتي. كانت مشكلات طبعا كتير جدا واجهتني، لكن انا والاسره ما كانش عندي اي مشكله. ودخلت تربيه موسيقيه وتغربت عن اسرتي 5 سنين ودخلت مدينه جامعيه وما كانش عندي اي مشكله. هو الجمال في ان انت تلاقي نفسك. الله. صحيح. هو ده الابداع ان انت تبدع. صحيح. ازاي تلاقي نفسك وازاي تلاقي الطريق اللي انت بتنجح. يعني دايما اقول ايه، احنا بنمر بتجارب في حياتنا كتير جدا، وانت بتمر في بدايه حياتك بتعرف انت ايه الافضليه عندك. صحيح. فلما تلاقي حاجه فيها افضليه استمر فيها. صحيح. هي دي اللي هتوصلك للمجد. ما تديش وتقول دي وبعدين دي وبعدين تختار هنا، لا بتختار هنا كده انت شعبت نفسك. انت لقيت نفسك في مكان حلو قوي وهتقدر تدي فيه وحسيت بوجودك فيه، استمر فيه ما تشتتش نفسك. صحيح. فده اللي استمر. ده النجاح. صحيح. الحمد لله. برضو مش قادر اعدي الصعيد وجغرافيته ليه طبيعه خاصه، ودي معاناه ما تتقالش في لحظتين ثلاثه. طبعا. يعني ليه بقى انا بقول ده؟ عشان اكيد في نماذج ثانيه. حقيقي. عند اهالينا في الاسر وخصوصا في الصعيد وجوه الخصوصيه دي. في خصوصيه البنات بالذات. ممكن تلاقي الكتير منهم موهوب او عاوز يبقى حاجه، ده اللي بيحصل. فشايف برضو الفنانه قدامه عايز يفهم هي عملت ايه برضو ولا ايه اللي حصل. هي هو طبعا نيجي نتكلم على كذا حاجه في الصعيد. اول حاجه انت لمستها بتقول ان احنا عندنا مواهب كتير جدا. طبعا. فعلا ده حقيقي. وكلها مدفونه. ليه بقى؟ لان دايما عندنا عيب يا بنت تطلعي تغني، عيب يا بنت تطلعي تعزفي، عيب يا بنت كده غلط، اخواتها الصبيان ان شاء الله تطلعي لي تغني وتقفي لي في فرقه ومش في فرقه وكلام زي كده. وبتبقى على فكره عندنا في الصعيد، بما اني كنت موجه في التربيه والتعليم، عندنا مواهب لا حصر لها، لكن من يعترضها هي الاسره. ما بتديهاش الفرصه ان هي تجد نفسها، اديها الفرصه وتابعها. صحيح. بدليل انا اهو يعني الحمد لله، وكنت صغيره واتبعت من اهلي لان انت عندك الاهل بيتابع. انما طول ما انت عندك الفرصه في الصعيد وعندك اللي بتغني حلو جدا. يعني انا حصل معايا موقف لن انساه. كنت خلاص صبحه عندي حفله وواحده حضرت البروفه الاخيره عندي. وجايه بعد ما روحت بتقول لي انا مش جايه بكره. ماما مش موافقه ان انا اجي. طب كان ما كانت فين من الاول؟ كنت فين من الاول؟ عشمتيها يعني. طب من الاول كنت قولي كنت اجيب البديل. صحيح. انما البرنامج اتحط وكده، فانت جايه في الاخر. لا ماما دي حلفت عليا. فاذا انت كنت بتيجي بقى من ورا الاهل. فهنا مشكله. دي أزمة تانية. فدي مشكله. صحيح. تاني حاجه عايزين تنشيط اكتر. يعني وخاصه في الريف. الريف مليان مواهب بس لا كلهم قاعدين جوه خايفين يطلعوهم بره. خايفين وعندهم مواهب. اللي بيكتب شعر اصل الفن. يعني الفن يعني مش موسيقى بس. لا انا فاهم. ده لون الفنون. من الفنون كتيره جدا. صحيح. انا دايما بقول على فكره الفنون بتثقل الشخصيه. الفنون بتطلع الانسان سوي. بتهذب الروح. لا حقيقي بتهذب. تعالى اجيب اتنين يتعامل معاهم، واحد فنان وواحد مالوش في الفن خالص خالص. صحيح. وبيكره الفن اصلا. صحيح. ويتعامل مع الاتنين هتلاقي النقيض في المعامله. ده في علاج بالموسيقى. انا بعمل كده عندي في بيت المايسترو. في حاجات حالات معينه كده يعني. الواحد بيعرف يتعامل معاها. لكن الفكره فكره ايه؟ ان احنا ما بنشجعش ولادنا المواهب
جوه الصيد. ده احنا كمان دلوقتي احسن من الاول. ده انا 2005 لما مسكت قائد الفرقه القوميه للموسيقى العربيه في بني سويف كنت بجيب البنات بصعوبه الصعوبه عشان يغنوا معايا 3-4 وكانت بتبقى موال ادخل للاسره واصاحبهم واكل واشرب عندهم علشان اتعرف وعلاقه شخصيه وعلاقه شخصيه وهجيبها لكم لغايه عندكم واخدها من عندكم. فكان عائق كبير وانا ست زيها فكان الموضوع صعب. فبدات انا رحله كانت صعبه جدا. وبعدين مسكت الموسيقى العربية قائد الفرقة القومية للموسيقى العربية وكنت بفوز بأعلى المراكز والحمد لله في المهرجانات. ولكن المشكلة الكبرى اللي كانت بتواجهني هي ان هم بنقول ايه أصدقاء العمل اللي بيكرهوا المهنة وان الأسرة بتبعد البنات وقلة الموسيقيين جوه المحافظات اللي ما فيهاش ولا تربية موسيقية ولا تربية نوعية. صح. تلاقي عدد الموسيقيين 3-4 موجودين هنا هم اللي موجودين هنا. صح. هم اللي موجودين هنا لان مفيش حاجة بتغذي ومفيش تدريب وتطوير وتنمية وغصب عن لو في اعتبارات البعد عن الـ لو في كلية موسيقى او تربية نوعية فيها قسم موسيقى او اي حاجة تخصص موسيقى العملية بتنتشر. صحيح. انما طول ما مفيش ايه اللي هيخليها تنتشر؟ تاني حاجة مفيش تعيينات لكل بتوع كليات تربية موسيقية واغلب المدارس ما فيهاش. وقلتها كتير جدا يا جماعة المادة بتنقرض يا جماعة المادة بتنقرض. حصل والله السؤال اللي جاي يعني اللي بدر في ذهني فكتير جدا في حصة الموسيقى. كنت انا سألت الفنان محمود الجندي الله يرحمه سألته على دايما بنسمي ان هناك مظالم في الاقاليم. ده حقيقي. فكانت الله يرحمه عجبته الكلمة يعني فعلا قالها لان هو الراجل ريفي. طبعا. ففي مظالم بما ان عندي موهبة مش طالعة للنور ومحدش سامعني يبقى انا مظلوم. لسبب لان اولا ما فيش مدرسين موسيقى. ثانيا الاسره قافله على اللي عنده موهبه. يبقى عندك مشكله كبيره جدا. الفكره الحل ايه حضرتك قلتي حل جميل انا بايده قلتي راقب ولكن ما تمنعش. طبعا. يعني بلاش المنع مع راقب راقب لان انت لما تراقب ابنك في اي مجال في اي حاجه في حياته ما تمنعوش بس راقبه. صح. لان انت بتشتغلي ولهي نفسك على الدنيا كلها وتقول ابني لا راقبه من غير ما يحس وسيبه هو يختار طريقه. صح. لان انت براقبه. صح. صح. طب ارجع برضو بما انه هو طريق حضرتك وانا كنت اسالك برضو راحت فين حصه الموسيقى ولكن خلي الحوار يودينا من المودينا مع فنانه يعني بستشعر ده في صدق كلامك والله. ربنا يخليك. طبعا ربنا اكيد. البدايه الحدوته بدات معك من امتى حضرتك قلتي لي كان العيله فنيه في رسام. وكان عندي رسام عندنا بيانو طبعا وما زال موجود الحمد لله. الله حسد بعقلي والدي كان مهندس وكان جايب لنا البيانو من واحنا صغيرين وبنلعب عليه كلنا وكان عندنا عود في البيت. فالعملية وعندي فنان شاعر عندي شاعر محمد جنيجي وعندي عازف العود اخويا برضو وعندي الرسام وعندي يعني فما كانش طبيعي. مشكلة نتاج طبيعي. صحيح. بس اللي اثقله الدراسة وتواجدك بقى في فرق صغيره يعني جوه المدارس اشتغلت جوه ثانوي اشتغلت فده كل مرحله بتطور نفسها. قلت لي حضرتك دخلتي تربيه موسيقيه. نعم. ده في القاهره زمالك. كليه تربيه موسيقيه زمالك. قعدت فيها خمس سنين. على فكره وطلعت طبعا يعني صحيح. كليه تربيه موسيقيه زمالك دي العيش اللي لا ينتهي. ما انا بستخلص من كلام حضرتك برضو دروس تاني الاهل شجعوك انك انت تمارسي هوايه والحمد لله تعالى ابدعتي فيها. الحمد لله. بدليل العيله كلها كل واحد في مجاله يعني. جيت على فكره السفر تاني ازمه تانيه لبناتنا في الصعيد وانا بكررها تاني بيحصل لحد الان ونخليها هنا تدخل يا سيدي مش عارف تربيه ايه في القاهره او فنون جميله في القاهره. لا خليها هنا كليه اداب وخلاص يا سيدي مش مين افضل. صح صح. هي هتلاقي نفسها فين؟ صح بالظبط. هي مع ده ازاي بقى؟ لا هو انا ما كانش عندي مش وقت لشخصك للمنظومه بتاعت المجتمع هو يعني فعلا يعني. ودي على فكره وما زالت موجوده اللي انت بتقوله ده ما زال موجود. اكتب الكليات يبقى عنده موهبه ان هو يروح كليه اي فنون كليه جميل. اي حاجه بقى من الحاجات الفنيه لكن الاسره لا هتروح فين ومش عارف ايه حتى للولد على فكره اكتب هنا كليه لا يبوظ بره ولا يسافر بره يبوظ يا جماعه يبوظ ايه انت يعني تابع وربي وادي قيمك بطريقه مش هجوميه. صحيح. المشكله في ولي الامر ايه؟ الهجوم دايما لابنه.
الهجوم لابنه بيخليه يبعد عن بيته. صح. فما بيبقاش في صحبه بين الاب او الام وبين الحنينيه والالفه دي. لان الام او الاب لو استقطبوهم بطريقه غير مباشره هيوديه المريخ. والثقه موجوده. فدي المشكله اللي دايما بتحصل. كان بيعجبني جوابات كانت بتتبعت لاحد الاصدقاء، يعني ربنا يمسيه بالخير، والده كان صفحتين ثلاثه فاضيين ويكتب له فيها والله في نص، انا شفت ده بعيني واشهد الله، يعني كان بيقول له لا تنسى الصلاه وقضي الامر الذي فيه تستفتيان، يعني حتى بعد الكلمه دي خلصت. يعني انت هو هيصلي فبالتالي ان صلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ويسعى على كده كل الحاجات. لا هيبوظ زي ما بيقولوا ولا هيخيب. لا لا لا، وطلع مبدع عالم دلوقتي من العلماء وسنه صغير. وفي ناس بتودي اولادها امريكا وبتودي اولادها بره وهم صغيرين وبيتعلموا وبيرجعوا علماء. إذن إذا إحنا بس هو العيب في مين؟ العيب في الأسرة. صحيح. بس بداية برضو فكرة القيادة ما جاش ده، مش أنا قلتها وأقولها تاني، مش الصبح بقيتي قائد قصة. أكيد. إيه بقى الحدوتة اللي قبلها؟ هي الحدوتة أصلا، نيجي نقول خلينا برضو نكون منطقيين، عمرك ما بتطلع السلم مرة واحدة. أكيد، ما ده اللي بنأكد عليه. وعمرك ما بتختار جهلة. أنا قلت في البداية خالص وأنا بكلم حضرتك يا أستاذ طه، قلت لك إن الواحد بيشوف هو قدامه كذا طريق وفي الآخر هو لقى نفسه في طريق حبه. صحيح. فازاي يثقل نفسه فيه عشان يبقى متميز او يبقى مبدع او ملهم. ثلاث مراحل دول مهمين قوي. طبعا الاول كنت تعينت مدرسه تربيه موسيقيه، سافرت بره ورجعت والمهم يعني، فكنت بتاخد بقى فرق المدارس جوه المدرسه، عندك حفله، بعد كده بتروح الشباب والرياضه بتمسك الطلائع، وبعدين بتروح مركز الفنون اللي من 18 ل 30 سنه بتمسك، زي ما تقول ايه، اتبنت عندك السلم طالع. الرؤيه عندك بتوضح. انت يعني اثبتت وجودك في القياده. طيب ايه اللي بعد؟ ماذا بعد؟ صحيح. فبتيجي تلاقي نفسك ايه، الله ده انا اتعرض عليا بقى لما رجعت من بره بقى فرقه القوميه للموسيقى العربيه. ودي كانت صعبه قوي. طبعا كنت لسه راجعه من بره، لسه سخنه بقى، دي فرقه ليها كيانها تاريخ، بتكلمينا على موسيقى عربية وفيها اسماء تخض من دي الاخر، دي موسيقى عربيه. صحيح. كلمه موسيقى عربيه نفسها تخوف، موشحات وطقاطيق ويعني حاجات، وشوفي مين اللي قبلها ومين اللي قبلها. فانا امسك موسيقى عربيه وبعدين فين، في بني سويف كلهم رجاله، اثنين ثلاثه بنات وكلهم اكبر مني سنا، فكانت العمليه صعبه قوي. صحيح. ان انا اكرر. صحيح. يعني فالمهم يعني ما خفتش، اخذت وقت مع نفسي اختار، قعدت معهم قعده واثنين ولقيت نفسي ان انا الحمد لله همشي معاهم. الاول طبعا كان فيه مشاكل، مخاوف المشروع دي، ومش مخاوف، لا هو مخاوف من ايه، من الناس مش متقبلك، في ناس متقبلك وفي ناس مش متقبلك، طبيعي المجهول. والعدد كبير، 40 واحد يخوف. وكلهم رجاله. وفي عايزينك وفي مش عايزينك، ولو بلدياتنا بغض النظر هم مش موضوع بلدياتنا. احنا بنقول ايه، هنقول ان زي ما تقول ايه، في ناس قبلك وفي ناس مش قبلك. صحيح. فازاي انت تعرف تلم؟ ده لسه انت ما بدأتش عملك كقائد. على تحدي تاني، ازاي تحدي الادارة. الادارة. صحيح. الادارة هي اكتر حاجة تنجحك انك تكون اداري شاطر. صحيح. بجد يعني هو الإدارة هي أكتر حاجة مع تسكل الموهبة بتاعتك عشان محدش يمسك لك على غلطة. بس فالحمد لله. مهنيا بجانب زي هي الذكاء الاجتماعي، زي بتعامل مع الآخر وكل واحد برضو بمعطياته وثقافته وتفكيره واختلافه عنك، وكلكم في الآخر بتترجم في صورة انك انت قائد لازم يترجم حاجة طالعة للناس مهمة جدا. جدا. وفي والموسيقى دي بالذات كمان، بالذات الموسيقى اللي هي الفرقة العربية بيبقوا لجان التحكيم فيها تخوف. تقولي انا مش هتغلط ولا هفوة انسانية، وتلاقي فلان طلع لك يقول لك طلع مش عارف بره المقام، طلع كذا. في 2010 كان عندي مهرجان الموسيقى العربية للتاني في 2010. الله يرحمها الدكتورة رشيبة الحفري. طبعا. دكتور حلمي بكر. المايسترو عبد الحميد عبد الغفار. دكتور احمد ابراهيم. الدكتور محمد قبيل. تخيل بقى، والدكتور احمد مجاهد. تخيل بقى لما دول قاعدين وراك بيسمعوا
مسابقتك. ده الله يرحمها الفنانه رتيبه الحفني دكتور رتيبه دي ما كانش ده لها مجلدات. طبعا طبعا ده لها مجلدات، ده بيتعمل عليها دكتوراه يعني على شخصها هي وادارتها واسلوبها وفنها. بيتعمل عليها دكتوراه. انا ما خفتش في حياتي الا في 2010 لما لقيتها رئيس لجنه التحكيم. ويعني شوف انا حضرني ناس كتير جدا فوق ما تتخيل، لكن السنه الوحيده اللي جات لي برجليها بقى الموسيقى العربيه كلها جايه لي. عارف زي الفيلم كده والله ليك هيبه ليك هيبه ولا فنان ليك هيبه صراحه. لكن هي شكرتني الله يرحمها وخدت ساعتها مركز تاني او تالت موسيقى عربيه على مستوى القصور الثقافي. طيب استاذنك بقى نروح نستمتع بحاجه كده ونرجع نكمل مع شخصك الكريم. يعني قبل الأحباب من كتر ما شفت ياما وسمعت كتير ملامة بقول يالله السلامة بقول يالله السلامة عالهوى الكذاب. عايز اسالك على حاجه بجد اللي هي يعني خلينا في الصوره الذهنيه اللي احنا كنا واخدينها واحنا صغيرين قبل ما نتعامل مثلا مع فنانين. دور الميسترو مش بيشاور، ده هو قصه كبيره خالص، ده مسؤول وقائد وده متدخل في اللحن ومتحمل اخطاء الغير ويتداركها في نفس اللحظه. عايزين برضو نقول خطوط عريضه كده دوره ازاي يعني. مش هنتكلم على موضوع الاشاره لان موضوع الاشاره ده يطول شرحه. يعني هو كلمه ان هو بيمسك العصايه دي ده موضوع ان المقطوعة الموسيقيه ليها ميزان معين فبيبدا يشتغل بيه. احنا بنتكلم على دور المايسترو في الفرقه، ايه هو اللي بيعمله. من قيمه يومين بيكلمني احد الاصدقاء بيقول لي بقول له انا يعني مش عارفه انام، انا الحفله بتاعتي كانت اول امبارح فزقت الصاوي كانت يوم الاربعاء، فبقول ده انا بجهز شغل عشان حفله. طب ما انا عملت البروفات والجنرال وخلصت كل حاجه. كل اغنيه ليها تفاصيلها. يعني ايه كل اغنيه؟ كل اغنيه بتبتدي ازاي بتنتهي ازاي، طب في النص هنعمل ايه، طب احنا هندخل على الكوبلين رقم كام، طب هنا السكه دي هتبقى سكه ايه. فكل اغنيه ليها تفاصيل. صحيح. الفرقه كلها بتبقى واخده التفاصيل دي. وانا لازم اعلم يعني عشان قبل ما ابدا التست ابدا الحفله يا جماعه بدي التعليمات النهائيه. ده موضوع اللي هو اخراج العمل، اخراج كل اغنيه على واحده، ده الفرقه. بعد كده بنبص نلاقي استاذنك بقى نعرف بقى التعليمات اللي بتديها للفرقه كده، ولكن استاذنك فاصل ونرجع نواصل مشاهدينا فاصل ونرجع نواصل في طريقي مع الماسترو ايمان جنيدي.
مشاهدينا بنجد بحضركم التحية مرة أخرى، وما زلنا في رحاب ومحراب الفن والإبداع والإصرار على النجاح مع ضيفة الكريم، أول مايسترو مصري وعربي يقود فرقة موسيقية، المايسترو إيمان جنيدي، مشرفانا في طريقي. أهلا بيك يا فنانة. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ. أرجع لقبل الهوا كنا بنتكلم على التعليمات والدور العظيم للقائد، حتى هي فكرة قائد يكفي ان الكل بيستلهم منه كمان الاداء والفكره، وان هو يطلع كده صوره مبهره بتبهر الناس خصوصا في الفن. طيب لو في اخطاء حصلت وده وارد، عمل بشري حصلت مع ام كلثوم عازف الناي الشهير وكتير، وهي كانت قصص كتير اللي بنشوفها كده، بتتعامل ازاي على لحظه الهوى دي؟ دايما نقول لك غلطه الهوى ملهاش دواء. صحيح ده في كل حاجه على فكره. يعني هو انت لازم تكون عندك سرعه بديهه، ولازم يكون عندك الحل البديل، ولازم ما يحسسش اللي وراك ان انت غلطت. ايوه لان الغلطه اللي وراك هينسكوها لك. يعني هينسوا الحفله كلها وهيمسكوا الحته دي. كانت صحيح بقول لك مهنه صعبه بتدفع ضربتها، فبتحصل. يعني مش ما بتحصلش، هي بتحصل. لكن هو سرعه البديهه مهمه جدا جدا، ازاي انت تنقذ موقف. صحيح. وحصلت على فكرة، يعني يمكن لو قلت لك حصلت مرة واثنين يعني وثلاثة لسبب، بس المهم اللي وراك ما يحسهاش. صحيح. أو لو حسها ما يحسهاش بالدرجة الكبيرة، خطأ فادح. أنا دايما أقول على فكرة إيه، الغلط الجماعي مش غلط. الغلط الجماعي لما يكون يعني في الفرقة مش هيبقى غلط، لأن كأننا عاملينها كده. أيوة. انت خدت بالك. انما في غلط كانها نمره كده، عارف اللي هي تاتش، يعني بتسيب التاتش بتاعها. فالغلط دايما اقول لهم يا جماعه، اوعى لما نغلط تبصوا لبعض. صح. لان انت غلط، عارف اللي هو طب والله استاذ استاذ انا غلطت اقسم بالله، وتثبت له حاله يعني. لا ما تبصش، يعني خلينا نقول انه غلط جماعي، والغلط الجماعي لا يعني يعتبر صح. لكن ندوي، طب لو في اخطاء بقى ما مش هتتداوى، تقفل على طول. صح انك تقفل تقفل بقى، لان انت ايه هتدي فرصه للي قدامك. يعني مثلا لو المطربه مثلا او مطرب دخل غنى وما دخلش الدوزين بتاعه او الدرجه بتاعه البتاع، او هو شغال حلو قوي، بدا حلو قوي وفجاه شرد منك وجد وتقرب منه عشان تلمه بصوتك. أيوة. انت ما استجابش. ففي الحاله دي الافضل ان انت كانك بتغني معاه وتروح عامل اشاره للكل يقفل، عشان ما بدل الدنيا ما توقع اكتر. أيوة زي ما بيقولوا. فدايما القائد لازم يكون عنده سرعه البديهه. صحيح. امتى تنقذ موقف موقف ما حدش يحس بيه، وحتى لو حس بيه ما يحسش بالدرجه اللي هي الكبيره، لكن في مفاجآت اكيد على المسرح. هسأل بقى على السؤال الثاني التقليدي اللي بيجي في الذهن، احنا بنشوف المايسترو راجل لابس اللبس اللي هو الكلاسيكي المتعارف عليه. نعم. والستات كده ليه بقى ما بتلبس البدله السموكين دي؟ عارفه الحلوه دي، يقول لك والله ده راح البدله السموكين. هم اليوم لبس، طب والله انا بس السؤال من قلبي يعني ما اقصدش حاجه، بس هل اليوم فعلا لبس؟ لا هو يعني البدله دي في الرجاله لازم. لا مش شرط، يعني هم كلهم بيلبس بدل، انا كمان بلبس بدله، بس مش بلبس البدل بقى اللي هي اللي هي يعني بنشوفها غريبه ولا كده. لا بس بلبس طبعا البدل. هي زي ما تقول ايه، قمة الشياكة ان انت تطلع كلاسيكي كده وقدامك فرقة جميلة كده وطالع بكرفطتك او يعني دي لها خلفية كمان في المسارح العالمية والأوبرا. هو انا لو قلت لحضرتك انا دقيقة جدا 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 فوق ما تتخيل. في حتى سوري في الشوز على المسرح كلنا كذا. صح. الكذا اللي هيطلع لي بكذا ما يطلعش، وهنزله من على المسرح من قبل ما يطلع عشان ما يبقى فيه احترام للشكل. اصل انت في الاخر ايه، عندك هنا صوره جميله قوي، خلاص انت عايز الصوره الجميله دي توصل للناس. فلازم تخلي الصوره حلوه مش في الغنى بس. فلازم كلها على بعض تكمل بعض. صح. الرؤيه مع الودن. الله دي الفرقه جميله. يعني واحد من احد الاصدقاء معلق بيقول انت جميله وفرقتك رائعه. يعني مش بتيجي من فراغ، من بعد النظر والتدقيق في التفاصيل، في كل التفاصيل مش في الفن بس. واحد كمان واحد لابس تيشيرت والتاني بدله والتاني لا لا هو الفكره، فكره ان كلكم لازم تكونوا الصوره. صحيح. دايما اقول ايه، خلينا نطلع الصوره حلوه. صح. فهي الصوره حلوه لما تشوفها وتسمعها فالاتنين مع بعض ومكملين لبعض. صحيح. اول احساس جالك لما كنت في فرقه موسيقيه قدام جمهور
وبرضو كنت عارفة ان سيدة والمسرح ده واقف او الفرقة دي قادها قبل حضرتك راجل. كان في اختلاط كده مثلا مزيج ما بين رهبة وخوف في اثبات حالة والسيدة والمرأة والكلام الكبير ولا انت مركزة في عايزة تنجح للنجاح؟ لا هو انا الحمد لله يمكن ربنا مديني قوة قوي. قوة اني انا عندي ثقة بالنفسي، مش ثقة مش غرور، اعوذ بالله. في فرق بين الثقة بالنفس وفي فرق بين الغرور. الثقة بالنفس ان انا مش بحب اقلد حد. والسؤال ده بيطرح لي كتير جدا، بيقولوا لي انت يعني بتحبي مين في المايستروات او مين مثلك الاعلى او مين اللي بتحبي. انا بقول لهم يا جماعة انا بحب اكون ايمان جنيدي فقط. صحيح. طيب انا دلوقتي لو انا عندي قائدين فرق كبار جدا بحترم الكل، لان احنا عندنا قامات كبيره جدا 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 في مصر، الفن مصر. لكن انا دايما اقول انا وانا على المسرح مش بعيش دور المايسترو، كلمه مايسترو. انا بحس ان انا بطير على المسرح. الله. بطير بفرقتي لدرجه ان انا بندمج فيها جدا، يعني وانا على المسرح بندمج. يعني بتبقى يعني حاله. بص ما بحبش التنشان. بعيش مع كل اغنيه تفاصيلها. فتلاقيني بندمج وانا بشاور. بندمج يعني ممكن تلاقيني فجاه يعني عملت ايدي كده بتتحول. بيتحول ولا يطلع المسرح. ما هو ده برضو الفن، دي درجه من درجات الفن. بتتحول فعلا. وده كلمه لا ده حقيقي ادبيه فعلا. مره يعني كتير جدا بتحصل، ممكن واحد في اثناء البروفات يعمل اغنيه حلوه، يعملها حلو في البروفات ويجي على المسرح يبدع. يبقى انا لو قلت لك ممكن عيني تدمع، هتقول مش ممكن. صحيح. صحيح. من كتر ما انا عايشه تفاصيل كل حاجه على المسرح. صحيح. فبحس ان انا بطير. صحيح. دلوقتي حضرتك في فرقه موسيقيه باسم حضرتك وسمتيها المايسترو. فرقه المايسترو. دي ما المغزى للاسم اكيد مش كده. هقول لها هو المغزى للاسم. سميتهاش ليه مثلا باسمك على غراء الناس؟ اوكي. هي بما اني مايسترو وست فانا كلمه مايسترو دلوقتي بقت مصاحبه بالمايسترو ايمان جنيدي يعني. فلما جيت اول ما بدات القصه امتى اسميها الاسم، انا لما رحت اقدم، ما انت بتقدم في الاماكن عشان يعرفوك لا يقبلوك لا ما يقبلوكش. صحيح. صحيح. فبتقدم في لاشه فيها الشغل بتاعك وجيت امضي العقد في ساقيه الصوت التعاقد البروتوكول اللي بيني وبينهم. فبيقولوا لي اسم الفرقه ايه، ما كنتش حاطط لها اسم والله. بس موديه الشغل بتاعي وانا مش حاطه اسم، مش في دماغي الاسم ولا يعني ما جاش تفاصيله كمان. فجيت بقول له المايسترو فرقه عايز اقول له فرقه المايسترو. لا يعني عايز اقول له فرقه المايسترو. فقال لي هي اسمها المايسترو. قلت له ايوه اسمها المايسترو. القدر برضه بيلعب لعبه على فكره. صحيحه. انما ما عملت فرقه. صحيح. بناتي بقى سميتها بناتي لان كلهم بنات في بنات. فرقه بناتي. يبقى انا سؤالي بقى الاول على فكره قلتها بدون سابع اعداد ليها. نعم. انك انت برضه متحيزه ان يكون في بنات طبعاً. عامله فرقه كامله. طبعا. الابداع ان انت اللي اتظلمت فيه وانت صغير اثبته للناس وانت كبير. صحيح. يعني اما جيت بقى بنات ايه ومش عارفه ايه ويغنوا ويطلعوا ويسافروا. طب انا هوريكم بقى فرقه كلها بنات في بنات. الموسيقيين سيدات ودكاتره ما شاء الله عليهم. ست سيدات وبنات جميله جدا جدا وفرقه جميله يعني. كونتها ومع طبعا مع زميل ليا صاحب شركه انتاج. قلنا لا لازم اعمل فرقه بقى كلها بنات. انا نفسي فيها من زمان. وفي فرقه تاني بس يا رب ادعي لي بس. ان شاء الله ربنا يكتب لك النجاح. واحب ابشرك والله يعني مش تزكيه لبرنامجنا وشه حلو والله. يا رب. بس كلمه الطريق دي انت بتحكي على حدد اصعب سؤال الانسان ممكن يتساله في حياته. ان هو اوصف لي نفسك او احكي لي طريقك. فبناء عليه سؤالي بقى اللي جاي، لحظات التكريم وكواليس لحظات التكريم. وطبعا لما تكرمي في يوم المراه المصري ده حاجه كبيره، يكون انت النجاح فعلا. فهستاذنك برضو نروح نستمتع بلحظات التكريم دي وبعدين نعرف كواليسها منك. ان شاء الله. ان شاء الله.
والله من قلبي يعني مليون مبروك والله، لان انا عارف احنا قلتها لحظه التكريم يسبقها التعب وجهد وسهر وتفكير وحلم وحلم انك انت تحقق ولا ما تحققش، فتحياتي ليكي ان شاء الله ربنا يكتب لك النجاح، وهيكون برضو بدايه سلسله تكريمات تانية انك تستحقي والله. وانا عجبني الكلمه انك انت بتقولي اللي اتظلمت منه، كلمه بتوجع قوي. انت يعني ترد الجميل، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ربنا سبحانه وتعالى كرمك، فمش عايزه تشوفي ده في مواهب ممكن تضيع. انا ماسكه على فكره مهتميه بالموضوع المواهب جدا، والموضوع اصبح عندي تحدي واصبح عندي رساله والرساله انا لازم اكون قدوتها. انا بقيت قدوه. قبل عذر على المقاطعه، قبل اللحظات الجميله اللي شفناها دي وراها حكايه بقى اكيد. جات لك ازاي بقى؟ مين اتصل بحضرتك؟ تفاصيلها. انك برضو تكرمي من سيده عظيمه بلا مجامله بشخصها الكريم. يكفي فرضت نفسها سيده انتصار السيسي. سيده انتصار السيسي ربنا يخليها. انا كل ما اقعد مع حد احكي له في جمالها، على جمال صبتها وكلامها وإصرارها. هي اللي يعني هي اللي تبعت، هي اللي جابتني، هي اللي حست بيا، هي يعني الحمد لله. انا ما كنتش متخيله، ان كنت دايما متوقعه ان حد بيجيب حد علشان يتكرم او كلها معارف او ده بيعرض ده او ده او وعلى فكره ده بيحصل كتير جدا حتى في التكريمات بتاع المحافظات كلها. بتبقى ده بيجيب ده وده بيجيب ده وده بيجيب ده، انما بتبقى في قيادات وقامات لن تذكر لان ده لا بيتحب او ما بيتحبش او بتاع، وده اللي بيحصل في كل المحافظات. لما تكون بقى الدولة سيدة انتصار السيسي هي اللي تتابعك وهي اللي تسمع عنك وهي اللي تجيبك، يعني الموضوع ده أثر فيا نفسيا. لأني أنا مش عايزة أقول أنا تعبت قد إيه، أنا حياتي مليانة مشاكل، مشاكل فنية، لأني عندي ما قلتها لك من شوية أني أنا عندي رسالة وعندي رسالة ومصممة إن شاء الله أني أنا الا اذا كان الاجل موجود. لا طول العمر ان شاء الله ربنا يخليك اني انا اديها على اكمل وجه. لما تكرم من الدوله يا لها واقع تاني الصراحه. لا هي مش واقع تاني، هي دي زادتك عبء. صح، اتحمل بقى على كتافك مسؤوليه تانيه، مسؤوليه اكبر. انت تصنفت تم تصنيفك. تم تصنيفك. فانت لازم تكون قد الكلمه. صحيح. او قد التكريم ده من مين؟ من سيده مصر الاولى. صحيح. يعني هي لما تجيبك وتسمع سيادتها عنك وهي انت كمان متابعه الصعيد اللي احنا بنقول لا ما بيتابعش. لا بتتابعيه اهو. جبتي ست كافحت واتقالت لي من احد المذيعات في احد القنوات كبيره جدا، فقالت لي والله يا مايسترو بجد انت مش عارفه الكلام عليكي ناس بتثني عليه يعني حلو ازاي. لو قلت لك يا استاذ سؤال ان انا تعبت قوي في حياتي وما زلت تعبانه على فكره، في ضريبه بتدفع لده وما زالت الضريبه بتدفع، لان عندي رساله وعندي مش حلم عشان ايمان جنيدي تظهر، هتظهر اكتر من كده ايه، لكن في رساله والرساله على عاتقي دلوقتي. الموضوع اسمى من انك انت تكرم لشخصك كاسم. لا انت انا عايزه حاله، عايزه فكرتي تطلع. فكرتي تطلع للنور لسبب. صحيح. لان اتحاربت كتير وما لقيتش فرصتي في اماكن كتير جدا جدا. كنت اتمنى ان انا الناس تسمع عني وافاجئ ان الناس. الصوره هي منوره الدنيا على الشاشه، فده حاجه تفرح بجد والله. ما احنا قلنا وبناكد تاني ان مش من فراغ. لا مش لحظة فراغ. التكريم يسبقها أعوام وسنين ومغلفة كمان يا فنانة. نعم. بتكون سبحان الله مغلفة بالصدق. الصدق أوي واصل على فكرة. ما تقدرش تكون هدفك مش هو الرسالة والأسمى بتاعتها. نعم. والحاجة الكويسة اللي فيها. نعم. وتاخد لك سنة اتنين تفرقع تظهر لك لحظة زي الأغاني اللي بنسمعها الاستمرارية أو حاجات كده وتنتهي. الاستمرارية الصدق. الاستمرارية ازاي انت تحافظ على النجاح وإزاي أنت تستمر وإزاي أنت تكبر فكرتك. لو قلت لحضرتك حاجة يمكن أول مرة أقولها، أنا كان عندي حفلة في عساء تساوي يوم 18/8 اللي فات ده. تاني يوم وأنا مجهدة جدا بقى، ما أنت إحنا زي المعسكر بتاع الكورة كده، إحنا بنبقى في معسكر. فبقول لنفسي امبارح يعني مش بسكت، أقول إيه اللي هعمله؟
ايه الجديد بقى؟ يعني كل يوم انت عندك فكر غير التاني. صحيح. والفكر لازم يختلف عن اللي فات. مش هتبقى مكرر. واستمراريته هو النجاح. صح. وان انت تثبت وجودك فيه هو ده النجاح. صحيح. فعشان كده بقول لك اما بيقول لي انت اتاخرتي بقول له والله كنت بفرز مواهب جيالي. فتخيل بقى مدى اصرارك ان انت لازم تستمر بطرق يعني الفن. الفن جميل قوي. بتسابق على ذكر الفن, انت بتسابق في مضمار كل فنانين ابتداء من على راس الجهاز التنفيذي السيده فنانه ناس عبد الدايم دي فنانه طبعا. فكمان الموضوع مش تنفيذي بحت. لا لا لا, لا. كان في تواصل بينك ما بينها. طبعا هي عارفين طبعا هي عارفاني طبعا واتصلت بيا الوزاره, هي اللي اتصلت بيا في تليفون مهم ورد عليه وبتاع ورديت وما كنتش مصدقه. انا ما كنتش عارفه في ايه اصلا القصه وكانوا عايزيني في ايه ما اعرفش طبعا. لكن الحمد لله التكريم. اقول لك على حاجه مهمه جدا, التكريم جه في وقته. لاني انا كنت خدت موضوع اني بقى بعدت عن الاسره وخدت طريق تاني وبدات عارف اللي دخل معتقل انا هنفذ يعني هنفذ مشاريعي والوحدي وسبت الاسره كلها في بني سويف وجيت اقمت في مصر عشان ورهنت على وجزفت على حاجات وسبت اسرتي جدا. ودي مشكله تاني. المشكله الاكبر ان انت لسه العالم الخارجي الجديد بقى بالنسبه لك الجمهور الكبير مش موضوع فرقتك. هتتعامل معاه ازاي وبتجابي وعايز تنجح وعايز تتعرف اكتر. لكن الحمد لله هي طبطبت عليا. الله جميل التعبير ده والله. تحياتي لشخصك الكريم. عجبني كلمه التكريم جه في وقته, لان ساعات زي ما بيقولوا كده الروح بتحتاج لروح ترد فيها الروح. ده حقيقي. فانت عايز فعلا تحس انك انت صح. والله كنا انا مش غلطان. لا بدليل أنا مش غلطان ان طبعاً. قامات بتكرم طبعاً. ودوله بتكرم طبعاً. وان مثلا حتى لو دفعت ضريبه ولكن الضريبه توازي هذا النجاح والتكريم وانه كنت ماشي على الطريق الصح. وهتستمر بإذن الله. إن شاء الله. بنقول دايما إيه دايما إيه نقول المطرب بيبان العازف بيبان. إنما سيدة مايسترو ومن الصعيد تبان وتتكرم من الدولة فكبير علي قوي. صحيح. وأنا بشكرها من قلبي بجد. تحياتي كلنا والله لهذه العظيمة طبعا. هي بتبقى رمز فيها الإنسانية طبعا. وده مش غريب على سيدة محترمة بهذه القيمة يعني. يعني الواحد مستشار في يعني أنا دايما بقول المايسترو مايسترو في كل مكان. وأنت رئيس نفسك. انت ما تكون رئيس نفسك هتنجح. وازاي تختار صح وازاي تمشي صح وازاي تجدد نشاطك بطريقه مختلفه عن الاخرين ده صح. تحدي تاني تتمنى ان شاء الله تعالى يزول او عدتيه في مجال شغلك برضو تاني, وانا بتكلم على سيده صعيديه فنانه موجوده في القاهره معظم الاوركسترا بتاعها رجال. فدي انا يعني دي هي جمله على بعضها كده. نعم. فجواها تفاصيل تاني. تحدي تاني قابلتيه بقى وربنا كرمك وعدتيه او لسه ما زال تتمني ان هو يضيع يعني او يزول. ان شاء الله باذن الله. انا يعني هو في تحدي اني انا اسافر بره. ان شاء الله. في تحدي ان الدوله تقف جنبي بفرقتي بقى. واتمنى ان اقول ان يا جماعه اقفوا جنب ايمان جنيدي مش كشو اعلامي. يا جماعة أنا شغلي موجود وشغلي معروف. أقفوا بقى وروا للناس بقى للعالم العربي المايسترو إيمان جنيدي ما يبقاش شو. أنا على فكرة بكره موضوع الشغل الإعلامي مع أني طلعت في كل القنوات. أنا عايزة أطلع الشكل الأخير بتاع المايسترو هي واقفة. مش بتاع وجودها وصلت لك ازاي. وده اعمق على فكره. وده اعمق طبيعي. اعمق لسبب. اوكي انا بنزل فيديوهات ليا وبنزل شغلي في كل حته لكن لا سندوني في يعني طبعا. اتمنى الدوله تساعدني في الموضوع ده. اتمنى تعالى. وكانت البدايه من التكريم من سيده مصر الاولى وان شاء الله تعالى. وانا بشكرها يعني انا بجد هي رفعت روحي لانها ادتني طاقه اكتر من اللي كانت موجوده عندي بكتير. ربنا يكتب لك النجاح. انا استمتعت والله. وطبعا الحديث مع فنان بياخدك لدنيا تانية وحضرتك هذا حصل في هذه الحلقه المباركه في رحاب الفن. ربنا يكرمك ويكتب لك النجاح. شكرا جدا وانا سعيده بكم جدا وسعيده بالقناه هنا ما شاء الله. تحياتي ربنا يخليك وشكرا لكم. شكرا جدا. مشاهدينا خلصت حلقه النهارده. واجمل كلمه قالتها ضيفتي الكريمه ربنا يكتب لها النجاح. التكريم جه في وقته. ربنا ان شاء الله تعالى يكلل كل واحد صاحب تعب وجهد يكرم
سواء من جهة أو من جهاز أو من أشخاص، ولكن التكريم الأسمى والأعرق والأسمى بيكون من نفسه، هو راضي عن نفسه، هي كانت راضية عن اللي عملته، وربنا سبحانه وتعالى جزاها خير، ربنا يكتب لها النجاح. ضيفتي القيمة والقامة الفنانة المايسترو إيمان جنيدي، أول مايسترو قائد فرقة في مصر والوطن العربي، ربنا يكتب لها النجاح والخير. والشكر موصول للكاتب الصحفي مدحت محي الدين رئيس تحرير برنامج. نشوفكم إن شاء الله في يوم جديد في أدب وسياسة وفن ورياضة، في أمان الله.